يعني ما ردتيش عليا يا رؤية؟ هردك ليه؟ يا اما تقولي ارحل يا عمار مكان ما جيت، يا اما تقولي انك بتحبين. في اجابه تالت. اني خايف. مني؟ بالعكس، ده انا يمكن من زمان قوي ما حسيتش بالامان غير لما بقيت انت موجود هنا يا عمار. في حاجات كتير تخليني افكر الف مره قبل ما اقول لك الكلمه اللي انت عاوز تسمعها دلوقتي. وانا مش شاغل بالي باللي فات يا روحي. يا ريت كانوا بالسهل يا عمار، بالعكس ده اللي فات كسر جوايا حاجات كتير، مش بالسهل انها تتصلح يا عمار. انا هرجع الدوار عشان ابويا ما يقلقش علي. بنات اللي يجوا الدار يا عزيز. يا حسن اسمع من اخوك، الدار واسع يعني، يعني بص واسع ازاي، نعمل قسم كده، قسم للبنات الايتام. اه ودول بقى يجوا ايه، يشيلوا سلاح ولا يقعدوا يحموا مخازن؟ هنكسب فيهم ثواب حسن، افهم الدار ماشي في قوي يا حسن، احنا يعني عايزين نطريها شويه. ها نطريها؟ اه قول لي ان انت عايز تطريها، انا فهمت غلط. انا عايز اطريها. آه طيب البنات دول بقى لو انا طلعت متخلف عقليا وسمعت كلامك وجبتهم، تفتكر اقعدهم فين بقى؟ عندي طبعا في الاوضه. لا هم لو كده يجوا يقعدوا عندنا بقى في الاوضه. طب نقسمهم يا حسن. يا انت عبيط، ضحكتني والله يا عزيز. انا يا عم اضحك كده، شيل الهم بيعجز بدري يا صاحبي. يا باشا قدامي حل تاني فعلا مش عارف انساها. مش مهم، مش لازم تنساها. عارف يا حسن انا ساعات كده يعني بحسدك على اللي انت فيه. حسدني على وجع القلب والفراق؟ صدقني مش مهم، حتى وجع القلب والفراق ده مشاعر يعني احاسيس بتحسسك انك لسه بني ادم يا حسن. ماشي يا عم، يا رب تحب وتفارق وتحس باللي انا حاسس بيه. يسمع من بقك ربنا. المهم دلوقتي حازم مشي وانت فقت خلاص والدار بقى في امان، هتعمل ايه في موضوع امك؟ مش عارف، بس ما قداميش حل غير ان امشي ورا كلام حسني. فعلا لقيت حد قريب امي من بعيد، هفضل وراه لغايه ما اوصل لاي حاجه. لو تروح له؟ ما قداميش حل تاني. طب حسن ما ترميش نفسك في التهلكه كده، ابوك اكيد يعني لما بعدك كان وراه حاجه. افرض اهل امك دول ما بيحبوش ابوك، بيكرهوك، في بينكم طار، هتعمل ايه ساعتها؟ اعمل ايه يعني يا عزيز؟ ما قداميش حاجه تانيه اعيش عشانها غير كده. لازم ادور لغايه ما اوصل لحل. لازم اعرف فين امي. وليه ابويا خباها عني السنين دي كلها؟ ان شاء الله خير. يا رب. المهم هنقسم البنات ازاي؟ ايوه يا عم اضحك. انا ولولا ابن بلد بفهم في الاصول ما كنتش جيت لك ابدا هنا يا جيران بعد الكلام اللي انت قلتيه لي قبل كده ده. اكيد طبعا. ولولا برضه انا عايزه احافظ على عيله العطار على قد ما اقدر، عمري ما كنت هكلمك يا عبد الحميد عشان تجي لي هنا. خير يا جيهان؟ عايزين نلاقي حل بقى. ايدي على كتفك. انت طبعا سمعت عن الخلاف اللي بيني وبين سليم للاسف. وبعدين؟ محتاجه مساعدتك. وايه المقابل؟ مش قبل ما تسال عن المقابل تعرف انا عايزه منك ايه؟ لا مش مهم. مش مهم انت عايزه مني ايه؟ المهم هاخد ايه مقابل الخدمة اللي انا هخدمها لك دي؟ هتديني ايه؟ كام؟ ازاي؟ كده. هتبقى مسؤول عن الشركة مقابل نسبة، نسبة كويسة قوي، هتغنيك عن الجري ورا اللي عمرك ما هتوصل له يا عبد الحميد. ايه اللي انا قلته بيضحكك قوي كده؟ سبحان الله، اصل سليم عرض عليا الحرض بالظبط. هو هو سليم؟ وسليم اللي وقف الشركة عشان يعرض عليك العرض ده؟ ما اعرفش ومش مهم اعرف، مش مهم خالص بالمرة. المهم ان الموضوع دلوقتي واضح قدامي خلاص. انت يا استاذ سليم بتشقطوني لبعض عشان تكسبوا شوية وقت، مش كده؟ بس بيني وبينك كمان انا زهقت قوي من الموضوع ده خلاص، ما بقاش عندي وقت. انا هتاخد اجراءات في الموضوع ده وهاخد خطوات بحقه حقيقي.
ملوش لزوم التهديد يا عبد الحميد، وهبقى واضحة معاك عشان ما عنديش وقت وتعبانة، وهقول لك تاني، أنت عايز مركز اجتماعي وفلوس وجاه يناسبوا عبد الحميد بالعطار بعد ما رجع من بره، وأنا محتاجة حد أثق فيه. ومن إمتى بقى أنت بتثقي فيه؟ ساعة ما عرفتك كويس يا عبد الحميد، وعرفت أنت طماع قد إيه، بس كمان مش خاين، وعارفة إن إحنا لو اتفقنا عمرك ما هترجع في كلامك معايا. وأنا موافق إني أساعدك، بس على شرط واحد، إنك تقولي لي أنت عايزة مني إيه بالظبط، ومن غير لف ودوران، ومن الآخر. ما صدقتش لما لقيت رقمك على الموبايل. كيفك يا سلمى؟ كيف اخبارك؟ انا الحمد لله يا علي، ازيك انت؟ سيبك مني، انت عامله ايه؟ وكيف نبيل معاك؟ نبيل ايه؟ هنفرح بيكم امتى؟ والله لسه يا علي، لسه. مالك يا سلمى؟ مش معنى بتسال السؤال ده. حاسس فيكي حاجه. هو احساسك هيخيب امتى يا علي؟ مالك يا بنت البنات؟ حاجات كتير قوي يا علي كالعادة، لما بقع انت الوحيد اللي بجري عليه. احكيلي يا سلمى، جلجتيني. انت محتاجة قاعدة يا علي، انت الوحيد اللي بتعرف تطمني. انا جايلكم الكفر اقعد معكم يومين او ثلاثة، وبالمرة اشوف ابن عيش. بجد؟ طب دي كمان فرصة اعرفك على حياة. ما انا خطبتي النهاردة يا سلمى. سلمى؟ ايوة يا علي، معلش الشبكة وحش. الف مبروك يا علي. الله يبارك فيكي. مامتها دعيلها، ابختها بيك. تفتكري؟ طبعا، ريت كل الرجالة زيك. هي طيبة بنت حلال وبتحبني. ربنا يوفقكوا يا رب. خلاص، أول ما تعرفي هتيجي إمتى بلغيني على طول. إن شاء الله. وألف مبروك يا علي، مع السلامة. الحمد لله على سلامة رجوعك يا فارس. تفضل. أخيراً. أخيراً رجع لك عقلك. ما راحش مني عشان يرجع يا عمي. جاي ليه يا فارس؟ جاي أتكلم معاك يا عمي سليم. جاي حسسك بينا. من يوم ما عم شريف مات احنا عمالين ننقص واحد ورا التاني. جاي اقول لك يا عمي ان وجودنا في التجارة دي مش هيحمينا. ووجودنا براها برضو مش هيحمينا، ده هيقتلنا. انا مش فاهم، هو انا بعمل ده كله علشان خاطر مين؟ عشاني ولا عشان خاطر العيلة واسمها؟ افهم يا فارس، احنا لو طلعنا بره تجارة السلاح النهاردة العيلة دي كلها مش هيبقى لها وجود بكرة، هتتفرم تحت رجلين كل اللي عايزين ياخدوا مكاننا. بعدين المثل بيقولك دخول الحمام مش زي خروج، والخروج بره اللعبة دي لو كان بالسهولة اللي انت فاكرها كان عمك زين خرجنا منها من زمان. إنما الخروج تمن وموت ودم. للأسف يا فارس النهاردة بس عرفت إن أنا نسيت أعلمك حاجات كتير قوي. معلش يا ابني، سيبني يا فارس وارجع لجهان ولأبوك عبد الحميد. أكيد أبوك هيحتاجك أكتر مني اليومين دول. أبوي مين؟ عبد الحميد؟ يا خسارة يا عمي، كنت فاكرك أنت اللي أبوي. وأنا كمان كنت فاكر زيك كده، بس أنا متعودتش إن ابني يخرج عن طوعي وقت ما احتاج له.
يا عمدة. أهلا وسهلا. نور بوجودك يا راجل يا طيب. والله زمان، فاكر زمان لما كنا نقعد نسمع الست سوا أنا وأنت؟ ياه ودي أيام تتنسي. بس فين الأيام دي دلوقتي؟ المسؤولية والعمودية واخدانا. كان الله في العون يا عمدة. المهم أنت منور الدنيا كلها. الله يخليك يا شيخ محمود. احنا جايين لك يا شيخ محمود نطلب يد حياه لعلي ابن اخويا، وانا عارفين حياه انت مربيها زي بنتك. يا سلام، وعلي برضه بهو زي ابني. يا سلام، ده ابن حلال، ابن حلال مصفي، راجل جدع وشهم، ده فخر عيله العطارين. ربنا يخليك لينا ويبارك لنا في عمرك. ايه مش هنسمع راي العروسه ولا ايه؟ يا سلام اذا كان عليها هي موافقه، بس هنديها لك عشان تقول كده قدامك. يا حياه حياة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تفضل يا عمدة. العمدة جايب نفسه عشان خاطر يطلب ايدك لسعالي. هه قلت ايه اللي تشوفه يا سيدنا؟ سمعت بنفسك موافقة. ألف مبروك عليك وعلينا يا شيخ محمود. ألف مبروك عليكم جميعا، ألف مبروك، ربنا يبارك لكم. رجوع حازم بشكله الجديد ده ووقفته في صف عم سليم ضد أمه بأكد لي يا سارة إن العيلة دي خلاص اتشتتت. والله أنا كل اللي صعبين عليا مرات عمك زين. الست دي شايلة كتير قوي، أنا حاسة إن هيجي لها يوم وهتقع ومش هتقوم. معذورة يا سارة، مرات عمي عاوزة تحافظ على اللي باقي منيهم، دول عيالها برضك، نفسها تلم الكل وتموت الخوف اللي جواه. وعم سليم برضك معذور، كل اللي عمله مع عمي زين صعب يضيع. والله أنا ما فاهمة لكم حاجة يا عيلة العطار، لا فاهمة إيه اللي حصل لولاد عمك ولا فاهمة إيه اللي ممكن يحصل عشان تضيعه. ما تفهميش حاجة يا سارة، في ناس كتير قوي نفسها ان العيله دي توقع وتضيع كل اللي عملته، ناس من جوا العيله وناس من برا العيله، حتى الشغل يا ساره، ناس مستكتره علينا اللي وصلنا له عشان شركتنا مسيطره على نص السوق. ربنا معاكم يا حبيبي. صحيح، بمناسبه الشغل، فاكر الشغل اللي قلت لك عليه؟ كلموني النهارده وحددوا ميعاد. لسه منشف راسك على موضوع الشغل ده؟ أنا مش عارفة أنت ليه قافل بس من الشغل، وبعدين يا حبيبي مش إحنا خلاص اتفقنا؟ وبعدين يعني أنت عاجبك يعني قعدتي جنبك؟ عاجبني قوي كمان، نفسي ألاقيكي قدامي طول الوقت يا سارة، نفسي لما أرجع من الشغل أشوفك قدامي أنسى الشغل باللي فيه. سارة أنا حاسس إني دايما نقصاني حاجة لحد ما بلاقيكي. طب انسى موضوع الشغل خالص، خلاص مش عايزني اشتغل، انا موافقه. يا سارة انا بقول لك دي عشان تقول لك دي. روحي يا سارة روحي، بس عايزك تعرفي حاجه مهمه قوي، انا وقفت قصاد شغلك دي حب مش كره. روحي بس وعديني انك تخلي بالك من نفسك او تاخدي بالك مني. أنا أصلاً ماليش غيرك، أوعدك. على فكرة أنا بحبك قوي قوي قوي. لما نشوف. بتقول إيه؟ بقول لك ما أنا ما أنا لو سمحت تعال هنا بعد إذنك. هلا الركان أنت هون، تعال هنا. إيه ده يا يحيى؟ بتتعلم إيه موبايل؟ لا والله. وإيه الموبايل ده؟ نادية بجد؟ وده عادي يعني يا يحيى؟ ايه الموبايل ده بيعمل ايه في الدولاب؟ هو ده النكد بتاع المتجوزين ولا ايه يا ريهام؟ لا ده نكد ريهام الذهبي اللي لما بتتضايق بتعرف تزعل كويس قوي. طب اهدى ريهام شوية، الموبايل ده مش بتاعي. امال بتاع مين؟ بتاع عيل كان قافش على نادية سارة وانا اتصرفت معاه وجبته. والله؟ وهو انت البودي جارد بتاعها بقى ولا ايه؟ لا انا مش البودي جارد بتاعها ولا ايه؟ انا عم ابنها، وانا مش هقبل حد يقول كلمة وحشة على اخويا وهو ميت. وهي مرات اخوك ما فيش لها صور ليه بقى؟ قفل على الموضوع ده خالص يا ريهام، انا ما صدقت الدنيا بدات تظبط ما بيننا. ما تخافيش،
مفيش حاجة من اللي في دماغك بتحصل. ولا يبقى فيه يعني. بس مش يوم لما تخوني تخوني مع نادية الرايق. ولا نادية الرايق ولا غير نادية الرايق. يحيى العطار ما بيخونش. ادخل. انت انا فندم. فك يا ابني الكلبشات دي. وهات لي واحدة تشرب يا حربي. شكرين يا يوسف بيه. وجبك وصل. هات لي يا ابني اتنين قهوة. حاضر يا فندم. يا حربي عامل ايه دلوقت؟ شكلك مش مبسوط. حد يشوفك يا يوسف بيه ما تبسطش. طب انا اقول لك بقى على حاجة تبسطك اكتر. انا اتأكدت بشكل غير رسمي ان الموبايل اللي وقف مكان الحادثة مش موبايلك. مع انه باسمك بس شكل كده كان في حد عايز يلفقها لك. اخيرا صدقتني يا يوسف بيه. انا عمري ما خنت صالح العطار. انا كنت اموت معاه وكان عندي استعداد اموت عشانه. يا ابني احنا القانون بتاعنا قانون ادله واحنا اتلعب علينا لعبه ادله. ها مش عايز تحكي لي اي حاجه؟ انا ما اعرفش حاجه غير اللي قلتها. يا ابني احكي تاني. يمكن تقول حاجه كده ولا كده تساعدني وتساعد نفسك. ما اعرفش غير اللي قلته يا يوسف. اول ما عز قال انك رجعت جيت لك على طول. وحشتني. عامله ايه يا يارا؟ عامله ايه؟ هو انت مالك متغير كده ليه؟ اتعالجت. بعدت عن اللي المفروض ابعد عنه ونسيت اللي المفروض انساه. عرفت ان حياتي اهم بكتير من ان انا اضيعها في تفاهه. ايه الحكمه اللي نزلت عليك دي؟ عامله ايه مع عز؟ اشمعنى عز؟ ليه مش هيرو مثلا؟ هو في ايه؟ كنت فاكره اني هبقى وحشاك يعني. ما انا قلتلك نسيت اللي كنت المفروض انساه. وبعدين؟ وبعدين انا اتغيرت يا يارا. مش هينفع نشوف بعض زي الاول. والله ولما انت بقى واخد القرار ده وافقت لي اني اجي لك من الاول. كنت لازم اتاكد ان انا بطلت كل حاجه. بطلت المخدرات وبطلتك انت كمان يا يارا. هو انت فاكر نفسك مين؟ انا غلطانه اني عبرتك وجيت لك اصلا. ألف سلامة يا باشا. بالشفا مغلوب. أهو أهو اتفضل يا سيدي. أهو خلاص يا فتح. أنا مش عارف أنا مطمن ليه يا فتح. ما تقلقش يا كبير. أنا عمري دبستك في حاجة كتير. طيب خلاص كل ده وما تعودتش زمانك اتعودت يا أخي. بهزر معاك. الشغل مع عيلة العطار حلو جميل. أنا أول ما قلت يا شغل اشتغلت مع عيلة العطار. بس أنا شايف إن الدنيا مبقتش زي الأول. يعني صحيح أنا ما اشتغلتش مع عيلة العطار قبل كده بس أنا تاجر في السوق. أبص في الصنف أعرف تاريخه والبني آدمين نفس القماشة. وأنا شايف إن سيم العطار مش مظبوط اليومين دول. أنا مش هكذب عليك العيلة فيها مشاكل بس إحنا براها. بس انا فاهم الجيم اللي بيتلعب كويس قوي. طب اللي انت فاهمه ده بقى سر ولا هتحكي لي عليه؟ انت حبيبي لازم احكي لك عليه. الله مش هسيبك تايه يعني. احكي. الجيم طول عمره كان ماشي كده. زين العطار وهاشم الذهبي هنلعب وكلنا هنكسب بس كل واحد عايز يكسب اكتر من التاني. عيلة العطار كسبت وخرجت هاشم من اللعبة بس نسيوا ان تحت هاشم كان مين؟ كان سيف العزازي. حلو حلو. عيلة العطار كانت هتكسب لولا ان صالح خرج فجأة ففكروا في حد تاني مكانه. فكانت مين؟ جيان مرات زين بنت الفخران الكبير اللي دخلنا كلنا اللعبة. بس هي عايزة توقف اللعب وده يعطل سليم عن اللعب لأن نص الكروت معاه ونص الكروت مع جيان. طب وسيف العزازي؟ سيف مش أشطر واحد في اللعبة. هاشم حرق له كل الكروت اللي كان بيلعب بيها بس برضو لسه سيف عارف مكانه في اللعب كويس قوي. وبالرغم من ان سليم بيلعب بنص الورق الا انه لسه سادت. يقرب شويه ويبعد شويه. طب واحنا؟ احنا ملناش علاقه بالعك ده كله.
انت سبوبتك ملهاش اي علاقه بالسلاح، بس انا مبسوط ان هم اتربطوا ببعض. ده هيخلي الموضوع يتم غصب عن عين التخين، وبعدين احنا مش نازلين برهان كبير، يعني هيخلونا نكسب. يعني احنا في الاخر كسبانين. حلو، ده يخليني بقى بعد البولة دي اخش برهان كبير بكل فلوسي على سيف العزازي. هالبركة. مين؟ عم سمير؟ انت بتعمل ايه هنا؟